صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، صلوا على رسول الله. ها نحن في رحاب المشيخ العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا إلى جوار هذا الولي الصالح سيد محمد الطيب وشيخ المشيخة الشيخ سيد الأحسن حساني وأسرة شباب الخير، اسم على مسمى. وهذا الجمع الغفير من أهل هذه البلدة الطيبة المباركة حيث القرآن، حيث حب الرسول صلى الله عليه وسلم،
باسم هذه الوجوه النيرة المسفرة الضاحكة المستبشرة نرحب بضيوف هذه الطبعة في هذا العرس البهيج، ونضع اليد على اليد من أجل مواصلة الطريق والثبات. فقد قال الحكماء: أعظم من النجاح أن تحافظ على ما نجحت فيه. فبارك الله هذه الجهود الخيرة من شباب الخير، وأدام الله العز والسعادة